خلينا كده نبدأ عبادتنا بمزمور رقم 100. مزمور رقم 100، يمكن ما مزمور محفوظ لنا كلنا، لكن نفسي تقوله وانت بتعني كل كلمة فيه النهاردة، وانت بتركز في كل صلوة فيه، وانت بتدي المجد لربنا عشان تكون بتعلن سيادته عليك. اهتفي للرب يا كل الأرض، عبود الرب بفرح، ادخلوا إلى حضرته بترنم، اعلموا أن الرب هو الله، هو صنعنا وله نحن شعبه وغنم مرعاه. ادخلوا أبوابه بحمد، دياره بالتسبيح، احمدوه باركوا اسمه، لأن الرب صالح إلى الأبد رحمته وإلى دور فدور أمانته. نفسي كده نغمض علينا ونصلي، نقول يا رب نشكرك، نشكرك لأنك فعلا تستحق المجد، لأنك رب صنعتنا ونحن ليك رب غنم ومرعاك. ترعانا يا رب بحنان قلبك، برحمتك نلمس دوا في حياتنا، نعلن يا رب أنك صالح، نعلن يا رب أن إلى الأبد رحمتك، نعلن يا رب أنك فعلا ممجد إلى الأبد. نعطيك رب الكرامة والسجود، نعلن يا رب سيادتك الكاملة على حياتنا، على بيوتنا، على اجتماعاتنا. نعلن يا رب أن أمانتك إلى دور فدور. خلينا احنا في روح الصلاة ونقول له كده، سد علينا الآن ولتملأ المكان بسكيب عجيب من روحك الحنان. الآن أنت ملكنا. صلاح الله كل يوم بنلمس رحمة الله في اختباراتنا. لو هنحكي على قدي ربنا بيتعامل معنا نكتشف قدي ان الرب صالح. تفضل دكتور عصام.
أشكر الرب لأجل حضور شخصه معنا وبعده إن اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. دعونا في هذا الصباح نتأمل في كلمة الرب الحية الباقية للأبد. حببدأ رحلي معكم من إنجيل لوقا الإصحاح 15. هذا الإنجيل طبعا كل كلمة الله هي موحى بها، بس هذا الإنجيل لأنه كتبه شخص اسمه لوقا وهو الوحيد بين أكثر من 30 حوالي 30 شخص روح الله استخدمهم حتى يبوق من خلالهم كلمة الوحي في الكتاب المقدس، هو الوحيد بينهم يلو منه من خلفية يهودية، منه من ما شعب الله الذي سبق عرفه في القديم، وحيد منهم جنتايل من ما كان يعتبر المزدرى وغير الموجود. بس كأنه الرب بحكمته العظيمة انتقى هذا الشخص، وهو طبيب، انتقى هذا الشخص حتى يعبر لنا عن أحشاء الله تجاه البعيدين والمزدرى بهم. صحيح كأنه صليب المسيح وعمل نعمة المسيح بوقت، لذلك هذا الإنجيل يتكلم بشكل خاص عن النعمة. وشوف الأمثال يلي فيه، يتكلم من خلال روح الله، هن مسوقين من الروح كانوا هؤلاء الذين كتبوا، لكي يعبر لنا عن قلب الله تجاه كل إنسان. لاحظ نحن ضروري تكون كنيسة بحسب إنجيل المسيح، ما في حدا بغض النظر شو طائفته شو لونه شو خلفيته. برح كنت عم بتكلم مع أحد شيوخ الكنيسة وكنا عم نقول إنه كنيستنا فيها نوع من التنوع، يمكن شوي بنقزك إذا في لك الخلفيات المختلفة، نقبي ناس بيقول لك لا لازم نكون، لا لا لا، نحن نجذب الكثيرين والكل إلى شخص يسوع المسيح، لأنه محبة المسيح فيها جاذبية مغناطيس تجذب إلى صليبه وإلى عمل نعمته. دعونا نقرأ في البداية من إصحاح 15، إذا فيكم توقفوا معي بيكون كويس، نتابع القراءة. وكان جميع العشارين والخطاط، تعرف هون الخطاط بس معلش يعني الزواني، هول يسمون خطاط يعني في خطية معروفة فيهم، يدنون منه ليسمعوه. مين تزمر؟ فتزمر الفريسيون والكتبة قائلين هذا يقبل خطاط ويأكل معهم. فكلمهم بهذا المثل قائلا: أي إنسان منكم له 100 خروف وأضاع واحدا منها، ألا يترك 99 في البرية ويذهب لأجل الضال حتى يجده؟ وإذا وجده يضعه على منكبيه فرحا، يعني نسيوا العربي منكبيه يعني على كتافه، يضعه على كتافه على كتفيه فرحا، ويأتي إلى بيته ويدعو الأصدقاء والجيران قائلين لهم: افرحوا معي افرحوا معي لأني وجدت خروفي الضال. أقول لكم أنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطي واحد يتوب أكثر من 99 بارا لا يحتاجون إلى التوبة. تفضلوا. أولى أحباء، حين يتقول وكان جميع العشارين والخطاط يدنون منه، تعرف شو ترجمتها؟ ينجذبون منه، they were drawn to him. شوف ترجمتها، هم نحكي عن المغناطيس، مغناطيس من طاقة فوق طبيعية، كانوا يدنون منه وهو كان يأكل معهم. كان محرم يعني ممنوع تقليدا من ناحية التقليد انه معلم او اي يهودي تقي ان يأكل ويخالط هؤلاء الخطاط ان كانوا زواني او كانوا عشرين. على فكرة عشرين يعني اسفل مرحلة معقول تفكر فيها كمان، مزبوط هو كان تاكس كولكتر بس مش انه بيشتغل بالاي ار اس، هون محترم اذا بتشتغل بالاي ار اس، بس هناك كان شخص يتعاون
يتعاون مع السلطة الرومانية الحاكمة الغاصبة، يعني عميل، بتعرف شو عميل؟ نحن بلادنا ستقول له واحد عميل، يعني عم بتهينه، عميل لهذه السلطة المستعمرة القاهرة الرومانية، ويأخذ منهم الضرائب. وفي كل الأحوال ما كانش فيه أبدا، كان يأخذ أكثر من ما هو مطلوب حتى يخلي شوي بجيبته. مظبوط؟ يعني قد ايه بتدفع تاكس انت؟ 20% 25%، هذا بياخذ منك 30 35%، بيخلي شوي على جنب. فكانوا مزدرى بهم، بس كانوا يدنون منه. طب ليه يدنون منه؟ كان يطنش على خطيتهم؟ قال لا، خاطي واحد يتوب، يخبرهم عن التوبة. بس كان في شيء في سيدك وسيدي ومخلصك ومخلصي حتى يجذب هول الخطاة. كان يكره الخطية لأنه قدوس، ويحب الخاطي الذي يرغب في التوبة. طبعا نحن بدك تحب كل الناس، كل الخطاة والأشرار، أحبوا أعدائكم، باركوا لعينيكم. بس هول الأشخاص كان ينظر إليهم ليس كما هو، كم هم عليه، مش على حالتهم الحاضرة، ينظر إليهم كيف هم بعدما يختبروا توبة المسيح ونعمة المسيح. He didn't see them for who they are now, but for the way they would become when they are touched by his grace. حلو بالكنيسة العربية واحد يترجم للإنجليزي، وفرت على. بس تعرف كان في شيء عظيم في هذا السيد. ألا يجب أن نكون نحن مشابهين له؟ الكتبة والفريسيين انزعجوا منه جدا، لأنه كب خلطهم. هذا شخص ما فيك تحترمه، ما فيك تأمن له، هذا ليس معلم. وبالنهاية هني بالنهاية الذين صرخوا أصلبه أصلبه، ما كانوا هؤلاء الذين صرخوا أصلبه أصلبه، لأنه هاي تمام طبيعة الإنسان المتدين يلي ما اختبر النعمة مش عايش النعمة، ما اختبر النعمة مش عايش النعمة. شوفهم ببلادنا متدينين، متدينين تدين خارجي غير مسيحي، أو حتى مسيحيين اسميين بتلاقي في تدين، بس في دينونة على الآخرين، ما فيش رغبة إنه يجيب خاطي واحد إلى التوبة، ما فيش رغبة إنه يشوف هداك الشخص يلي يمكن طريقة تفكيره غيرك أو أسلوبه غيرك أو حتى غارق بالخطية، إنك تجيبه للمسيح. من هيك هؤلاء كلمهم الرب وقال عنهم، ما قال لهم خراف ضالة، مع أنه نحن كلنا بطبيعتنا خراف ضالة، بس هون لأنه عم يستخدمهم إبليس يلي هو التنين الحية القديمة، صار تكلم معهم أي فريسيين، يا أولاد الأفاعي، صاروا مثل الحية بيعصوا. بس خلينا نرجع للمقطع هذا وتشوف هون جمال نعمة المسيح. أول شيء يشبه الإنسان الخاطئ أو الإنسانية الجمعاء بأن نحن خراف ضالة. شوف التعبير الرائع جدا، خراف ضالة بحاجة إلى راعي يفتقدها. وهناك شبه هائل جدا. تعرف أنا كنت فكر أنه بيشبهنا كخراف ضالة، نحن خراف الإنسانية جمعاء، كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه، أي على الرب يسوع المسيح، إثم جميعنا. كنت شبه أنه شبهنا خراف من لطف كلامه وقلبه الحنين علينا، لأنه هيك بدي يقولوا في عنا وداعة. مظبوط؟ يعني لو نحن بالعقلية الشرقية شبهنا مثل الكلاب كانت شيء مخيف. مظبوط ولا في حسب هون الكلاب شيء very good، بتلاقي بتروح على كنيسة أمريكية بيعمل لك موعظة عن الكلب وآخر شيء بيقول لك بيطبقها عليك. نحن كعرب ما كنا difficult to swallow it. بس ولا القطط، مظبوط القطط بيخرب شو، الخروف فيه عنده وداعة. بس هو مقصود أكثر من هيك. يعني أنا بتحضير الطب، وقت كنا عم نعمل تحضير طب بدك تاخد زوولوجي اللي هو علم الحيوان، مظبوط ولا لا؟ وبتلاقي الخروف لديه شبه هائل بواقع الإنسان. بتعرف أول شيء بالخروف إنه ما بيقدر يعرف طريقه في نفسه،
He is dependent على الشيبرد. بيضيع طريقه. يا أخي حط الحمار بمحل معين بيرجع بيلاقيك، بيرجع بيعرف كيف يرجع على بيتك أو المحل اللي أنت حافظه. حط القطة يا أخي، القطة مش معقولة، حطها على أميال بترجع بتلاقيه لبيتها. حط الكلب مع احترامنا له بيرجع بيلاقي مكانه. بس الخروف حطه شوي بعيد عن المكان بدون راعي يضل طريقه بنفسه. صدقني هذا بعلم الحيوان، ما ضروري تكون عامل علم بيطري يعني، هذا بالعلم الحيوان البسيط، جوجل ات اوت. وليس فقط هذا، عاجز ان يطعم نفسه بنفسه. يا اخي النملي تعرف بتروح بتعد طعامه وبتروح، هو اذا ما الراعي او الشخص يلي عم يهتم فيه اللي هو راعي مثابة راعي اخده حتى لمكان معين حتى يطعمه في المراعي الخضر، ما بياكل، بيموت، بيموت الجوع. من هيك بيقول الرب راعي فلا يعوزني شيء. قال شو؟ في مراع خضر يربضني، الى مياه الراحة يريدني. اذا ما اخذته على مياه الراحة still water يعني ما بيقدر يشرب. ليك شو بيقول الكتاب بأمثال، بأمثال بيقول لك بشكل واضح 6-8، النملة تعد في الصيف طعامها وتجمع في الحصاد أكلها. آخر شيء، عاجز أن يبني بيته بنفسه. قال الرب يسوع المسيح في متى 28، للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار، وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. ما بيقدر يبني بيته في نفسه. وأهم شيء، عاجز أن يدافع عن نفسه بنفسه. مزبوط ولا؟ القطة إذا رح خدتها بدك تروح تهجمها بتخرمشك، صحيح ولا؟ الكلب بعضك، هذا المسكين شو بيعمل؟ بيستسلم، وأكتر شيء بيقول لك ما بيصرخ شوي راحت عليه. هو بحاجة إلى راعي، وأنت بحاجة إلى راعي لكي تعرف الطريق، طريق الحياة. أنت بحاجة إلى راعي يحبك لكي يدافع عنك، لكي يطعمك الطعام الروحي الباقي للأبد، ليعطيك حياة. قال الرب يسوع المسيح، أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. أنت بحاجة إلى راعي لكي يدافع عنك، لأنك أنت بين ذئاب خاطفة، مش من البشر، من الرياسات والسلاطين، أجناد الشر الروحية، ملائكة الظلمة، من إبليس. أنت في عالم روحي، أنت في خطر على حياتك. أنت بحاجة من يطعمك، أنت بحاجة من يبني بيتك الروحي، أنت بحاجة إليه. وشوف الشيء العظيم، أنه هذا الراعي الصالح أخذ صورة خروف مثلك حتى يذبح لأجلك ويفتديك. أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. على فكرة في كتير رعاة، نحن عندنا بالبلاد بيصيروا يسموه للخادم الراعي الصالح، بيقولوا فلان راعي الصالح. ما تسمي حدا الراعي الصالح، لأنه هذا الوحيد هو الراعي الصالح مع التعريف الصالح. بتعرف ليه؟ لأنه يبذل نفسه عن الخراف. بتعرف كل هالرعاة، روح نبش عليهم، عم نحكي عن الرعاة في العالم اليومي، مزبوط ولا؟ شو بيعملوا بالخروف؟ بيربوه بيهتموا فيه والى اخره. انا بتذكر وقت كنت صغير جيبوا لنا خروف بالصيف واهتمينا فيه، انا كان عمري 6 سنوات، واهتمينا فيه وسميته عصام على اسمي. ورحت معه اخر الصيف، قال عمي والبقيين وجدي وعاملين حفله عظيمه، ورحنا لناكل، عم ياكلوا لنا لحم مشوي، طلع هذا الخروف قتلوه. ما هو هيك بيعملوا فيه، هيك بيعملوا فيه لهذا الخروف المسكين. هذا الراعي اليوم منه صالح لانه ما بيبذل نفسه عنه. لما بده يجي وبده يسلمه للروح يذبحوه بياخذ حقه وسعره. بس هذا الراعي الصالح مختلف جدا. وقت اجى مين بده يقتص منك وياخذك للموت،
قال له لا أنا بموت عنهم حتى هن يختبروا الحياة الأبدية. لاحظت فهمت علي؟ كراعٍ بيقول لك بأشعياء، أشعياء 40، كراعٍ يرعى قطيعه بذراعه يجمع الحملان وفي حضنه يحملها ويقود المرضعات. الرب حنان ورحيم طويل الروح وكثير الرحمة. شايف أي نوع من الراعي هذا؟ الذي أحبك فضلا، والذي افتداك وهو يوميا يرعاك. قال يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه، إن سرت في وادي ظل الموت. قال عصاك وعكازك فأنت معي، عصاك وعكازك شو بيعملوا؟ يعزيانني. شايف هذا الراعي؟ فيك تلجئ إليه من هيك. أنت في هذا الصباح إذا أنت بعيد عن الرب ما اختبرته، هذا الراعي يبحث عنك. بتعرف ما يميز الإيمان المسيحي عن كل تعليم آخر ديني؟ إنه بكل الأديان التانية هناك في الله الذي سيحاسبك يوما ما، هون في الله الذي سيحاسبك يوما ما، بس أرسل لك ذاته ودخل في شخص المسيح لكي يفتديك ولكي يردك. هو يبحث عنك. بكل الأديان التانية الإنسان مفروض يبحث عن الله، في هذا الدين الله يبحث عن الإنسان الخاطئ. مزبوط ولا؟ ما ليه هالوضع التكفيري عنا بالبلاد؟ بيقول لك هذا كافر روح اقتله، هونيك بيقول لك لا هذا كافر روح خبره واجيبه للحياة، لأني أنا بدي أحطه على كتافي، هو غالي عقلبي. ما هو شاول كان إرهابي وكان تكفيري، مزبوط من مذهب آخر بس كان تكفيري، بس الله بحث عنه وراح افتقده هناك على الطريق، لأنه عنده رغبة حقيقية هذا الإنسان أن يتوب ويعرف الإله الحقيقي وحده. من هيك أنت هيك لازم يكون موقفك لناس يلي معتقدات تانية، حتى لو إنسان ملحد ولو إنسان كافر، خلي موقفك له حتى تخبره عن المسيح وتخبره بهذه المحبة الفائقة المعرفة التي تجلت على الصليب. الله يبحث عنك. إذا كنت أنت إنسان بعيد أيها الإنسان، في هذا الصباح الرب يناديك، أنا أبحث عنك وأنا أعرف أين أنت، وأريد أن أضعك على كتفي، على منكبي. إذا أنت إنسان مؤمن متألم أو في وضع روحي غلط، بس أو تكون في مرحلة ألام، وضعك الروحي عظيم، الرب هو الراعي ويريد يضعك على منكبيه. إذا كنت خايف أو في وسط تجربة أو في وسط صعوبة أو في وسط ألم، الله يبحث عنك ويريد أن يضمك إلى قلبه ويحملك على الأذرع الأبدية ويضعك على كتفيه. بتعرف في بعض الأشخاص أنا كنت عم صلي لهم يلي متألمين في الجسد من أولاد الرب، صرت بعدين صلي وقول لهم يا رب ضعهم على كتفيك. شو هالكتاف الأعراض مثل ما بيقولوا ببلادنا. امبارح مع ابني كنا عم نحكي عن الكتاف، قلت له رجع لي يا ابني، رجع لي الاناتومي شو فيهم اي مسلز، وصار يعدل لي اياهم الترابيزويد والدلتويد وكل هالمسلز. بتعرف الكتاف مكنين فيهم اقوى المسلز حتى يقدروا يحملوا ويرفعوا. وما احلى هذا الاصحاح، لانه يصف فيك الله الآب والابن والروح القدس، الله الواحد في ثلاث أقانيم، 3 dimensions. هون بتشوف شخصية الراعي الذي هو يسوع المسيح. وبالمقطع الثاني اللي بنعمة الرب بنتأمل فيه بتشوف شخصية هذه المرأة، وهي صورة للروح القدس الذي يملأ الكنيسة لكي تبحث عن هذا الدرهم المفقود. وما أحلاها بالمقطع الثالث في هذا الإصحاح، ترى صورة الآب الذي يبحث عن الابن الضال. خروف ضال، درهم مفقود، وابن ضال. هون ثلاث أشياء ترمز لمنكبي الرب، لكتفي الرب. أول شيء حين يضعك على منكبيه ترمز إلى الراحة والاطمئنان. مظبوط؟ هذا الخروف والذئاب حوالي وفي وسط هالوحل وفي وسط الشوق ما عنده راحة، وكان عم يصرخ وبيزعق
هيك أنت إذا في تجربة أو في صعوبة أو في ألام وأنت بحاجة أن يرفعك ويحملك ويضعك على منكبيه. وما أحلى هذه الصورة، هذا هناك يضعك على منكبيه فترتاح. قال الرب تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم، احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال. مين منا ما عنده حمل كبير؟ ما هو قال مظبوط الشاعر العربي تعب كل هالحياة، صحيح ولا؟ قلناها أكثر من مرة وقت كنا شباب، كنا نفكر لا الحياة فيها بهجات، لا كلها تعب، ولكن أتعابك بيحمل الرب وهمومك بيحمل الرب. حط همومك عليه وحط حالك عليه لأنه يريد أن يحملك، وفي الرب هناك راحة الضمير وراحة المصير. وما يثقلك مرات الخطية ومرات هموم العالم ومرات أوجاع التي تأتي من هذه العالم، من هذا العالم، حط على كتاف الرب. بيقول أغسطينوس أيها الرب الإله، ما أحلى كلماته، أيها الرب الإله أنت خلقتنا لذاتك ونفوسنا تائها هائم على وجهها إلا أن تجد راحتها فيك. بيقول باسكال يا رب أنت خلقت في قلب الإنسان فراغ له شكل الله ولم يملأه سوى ابن الله يسوع المسيح. من هيك تلاقي الإنسان يلي ما بيعرف الرب أو إذا في خطية في حياته بتلاقيه ما بيقدر يهدأ، he's restless. ما بالمنطقة عنا، ليه بتشوف هالناس يلي عندهم restless spirit؟ تعرف شو restless؟ ما بيهدأوا. وصفهم الكتاب بشكل واضح بإشعياء 57 بيقول لك هون مثل البحر المضطرب، لأن الأشرار بيقول لك مثل البحر المضطرب لا يهدأ، ما بيقدر يهدأ، دائما بده يقاتل حدا، دائما بده يعمل مشاكل، دائما بده يضرب، دائما بده يا خي بتجمعهم مع بعض بيبقوا من فريق واحد بتصيروا يقتلوا بعض بالآخر. ليه الانقسامات؟ ليه؟ لأنه في طبيعة رستلس، ما بتعرف الراحة وما بتعرف السلام. من هيك بيقول لك بنفس الإصحاح بإشعياء بيقول لك ليس سلام قال إلهي للأشرار. حتى المؤمن يلي مرات سلك بالجسد بيصير رستلس، بس المؤمن المملوء من الروح القدس من روح المسيح مستسلم للرب بيقول لك بيحب السلام لأنه مرتاح في الداخل. الإنسان يلي في الخطية غير مرتاح مع نفسه لأنه غير مرتاح ولم يختبر راحة الله، من هيك غير مرتاح مع الآخرين، لا بيرتاح ولا بيريح. بس الإنسان المملوء من الروح القدس مملوء من روح المسيح الذي هو روح السلام، من هيك بيريح. بالمظبوط ولا؟ في ناس قديسين تقعد معهم بترتاح. يا أخي أنا قعدت مع هذا الأخ نجيب لبيب كم يوم قعد عندنا بالبيت ارتحت، روح يقول لي روح نام، قل له يا أخي أنا مرتاح، دخيلك كمل لي حكي لي اختباراتك مثل الليل، مثل عم تعطيني أحسن كأنه شيء بيريحك، أحسن من حبة الزنكس، أحسن من الأتيفان. صدقني بيقول لك هذا مايكل جاكسون يا أخي اشترى الموت لنفسه لأنه ما يقدر ينام الليل لأنه عايش بالخطية. اخر شيء جاب واحد انستيزيا فقعه هونيك دوز، فقعه يعني اعطاه دوز باللبناني، اعطاه دوز موته يا اخي لانه مش قادر ينام، اشترى موته. كان عم يدفع له ذاك الشخص، دفع له حتى يروح يبنجو، على الاخر راح ميت. وهيك الناس مش قادر الانسان يرتاح لانه في خطيه في حياته. تاني شيء الشركه والامان، الشركه والامان. وبما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا أبا الآب، إذ لست بعد عبدا وإن بن ابنا ووارث لله في المسيح. تعرف ساعات بحطك على كتفيه مش بس ترتاح وتطمئن، بس فمك بصير على أذنه. لاحظ الصورة هاي، فمك بيصير حد أذنه، صحيح ولا لا؟
وفمه قريب من أذنك، هو بيتكلم معك من خلال كلمته، وانت بتفرح بتتعزى، وانت بتتكلم معه وهو بيسمع صوتك. قال يدعوني فأستجيب له. يا أحبة ما تضيع الشركة مع الرب، ما هو حطك على كتفه حتى قريب منه حتى تقدر تتكلم معه باسم المسيح وبروح المسيح. صرف وقت مع الرب، ما تخلي العالم يجذبك في الاتجاه الآخر. أوه كم نهمل نحن الصلاة. قال صلوا بلا انقطاع، ونحن ننقطع عن الصلاة. في دكتورة حقيقة في الأردن يلي بنفس اختصاصي وأنا أقدرها جدا جدا، وكانت عم تعطيني اختبارة مرة عم تحكي لي في مؤتمر طبي، عم تقلي عن علاقتها. هي كانت طبيبة أطفال وطبيبة أولاد أو أطفال الملك حسين، وعم تقلي إنه الملك حسين حقيقة بجلاله الهاشمي كان بالليل يتصل فيها لما أولاده كانوا صغار ويصير معهم حرارة، وتركض هي لعندهم. بعدين مرة قال لي يا دكتورة أنت خدمتيني أنا وزوجتي بشكل لا يوصف، ومن هيك إذا أي شيء صار معك أنا بعطيك السبيشل فون نمبر تبعي، اتصلي فيي وأنا مستعد وقف حدك. وبعدين مرت أيام وبدأت تحكي لي، ذكرت هالقصة، وبعدين بدأت تحكي لي عن بالجامعة عندها وبالكلية حطوها مساعدة عميدي والأخيره، وصاروا يتآمروا عليها والصعوبات. بقى أنا ربطت القصتين مع بعض، قلت لها اتصلتي بالملك؟ قالت لي لا ما بدي أزعجه. قلت لي يا دكتورة ما أنت هو أعطاك رقمه وأنت اهتميتي له بأولاده، ما استفيدي من الأوبورتيونيتي، اتصلي فيه وقولي له عم بيعملوا بميزوا، لأني أنا من يعني بيعملوا تمييز تجاهي، لأني أول شيء أنا امرأة، تاني شيء أنه أنا من طائفة أقلية. بس هيك نحن أكثر، نحن أولاد الملك، ملك الملوك ورب الأرباب. روح لعنده، حط همك عليه، ملقينا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. ليك ما أحلاها في قصة حقيقة ريطة لطبيب زميل إلنا تأثرت فيها، طبيب أمريكي بيقول عنده أم كانت امرأة صلاة. وحقيقة أنا بشكر الرب لأجل الأخوات في هذه الكنيسة الذين هم نساء صلاة، ورب يعطينا رجال أكثر من هالنوع. قال هذه الأم كانت تصلي لهذا الولد، وبعدين فات هو كلية الطب وصاع، تعرف شو صاع؟ تعلمت أنا من نجيب لبيب يعني ضاع، بقى تاه وعمل الشر في عيني الرب ونكر الرب. وكانت هي هديته كتاب مقدس، وقالت له يا ابني أنت في مدينة أخرى راه الكتاب، تعرف شو عمل؟ حتى روح يشرب خمرة، باع الكتاب المقدس بالرخص، باعه لشخص في حنوتي، وهداك رجع باعه الظاهر أو وزعه. شوف وين وصل هذا الإنسان. وبعدين تقدم وانقطع عن الأم كليا، ما أنه عارف أنه عم تصلي له. وبعدين يوم ما إجات الغراف وعرف أنه الأم توفت، حزن بعض الشيء. ومرة عم يطبب واحد شخص وكان مريض مرض عضال لا أمل منه، وهو عم يهتم فيه، لا هذا الشخص عنده نفس السلام يلي أمه كان عنده إياه. وهو قال له بدي أقول لك أنا هون بأمريكا بيخبروك كل شيء. قال له أنت ما في أمل. قال له معليش بس أنا عارف وين رايح، أنت بتعرف الرب. صار هذا الشخص هو يخبره للطبيب. قال له إيه بس أنت وضعك صعب، محضر حالك؟ قال له إيه محضر حالي، الرب بيلاقيني. وبعد ما توفى هذا الشخص دخل إلى الغرفة هو وقت صار معه لعمل له ريساسيتيشن وقت النهار يلي صار معه، وبعد ما فيش له اطلع لقى كتاب مقدس جنبه، وإذا بهذا الكتاب هو نفس الكتاب المكتوب بأمه عليه كتبت له عليه إلى ابني الحبيب، تمسك في هذا الكتاب، متمسكين بكلمة الله كلمة الحياة. قال تأثر كتير وما قدر يعرف الراحة وما يعرف النوم غير ما إجى للرب واختبر راحته مع المسيح.
يا حبيبي خليك بشركي، الصلاة ما بتروح دعام. صلي لكل الناس وخاصة الذين حواليك، أهلك، إخوتك، قرايبك، ولاد كنيستك، ارفعهم بالصلاة، لأن الرب عطاك امتياز رائع جدا. الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تجدوا، تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. ثالث شيء، القوة والسلطان، power and authority. قال لكي يعطيكم بحسب غنى مجده بأفسس 3:16، أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. تعرف الرب عطاك قوة وسلطان عظيم، بتعرف سبحتك على كتفيه، ما هذا محل القوة، محل القوة. واحد بيقول لك كتافه عراض، وهون حطك في مكان القوة وأعطاك قوته، بس قوته لتعيش الحياة المسيحية، قوة ليكون عندك قوة على الخطية، قوة ليكون عندك سلطان على الظروف حواليك. القوة مش انه تتسلط على البشر، ولا السلطان تتسلط على البشر، بس القوة لتعيش حياة المسيح. وما تختبر هالقوة لما تخضع للرب كليا، وبتعرف انك تخضع خاضعين بعضكم لبعض. ما احلاها برسالة بطرس 1:5 بيقول اخضعوا للشيوخ وكونوا جميعا، يعني الخدام والشيوخ، اخضع وكونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض وتسربلوا بالتواضع، لأن الله يقاوم المستكبرين وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة. اخضع للرب. فبتشوفوا ما في أحلى لما بحطك على كتفيه تختبر قوته في هذا العالم. الله لم يعطينا روح الفشل، بل روح القوة والمحبة والنصح. وإذا في هذا الصباح أنت حس حالك ضعيف، فليقل الضعيف بطل أنا، تقوى من الرب من جديد. قال له يا رب انت تعرفني تعبان متألم، الرب بيهمس بأذنك بيقول لك أنا قوتي في الضعف تكمل. إذا بتصلي لحدا في ضعف، قال له يا رب انت قوتك حطها في ضعف هذا الشخص الغالي على قلبي وعلى قلبك. الرب بيتكلم إليك في هذا الصباح لأنه بده يعطيك قوة حتى تحتمل الظروف الصعبة اللي حواليك، حتى ناس أحبائك يحتملوا الظروف الصعبة يلي حواليك. أخت وداد لحوت كانت برحة بتشاركني بكتاب واسمه Faith in the Darkness، ما أحلى هالكلمات. قالت لي أنا أخذته أول شيء فكرته عم بيتكلم عن العميان، لأنه العميان are in the dark، بس ترى عم بيتكلم علينا نحن المؤمنين كيف يكون عندنا قوة للإيمان في وسط الأيام المظلمة الحالكة الظلمة في هذه الأيام الأخيرة. رب يعطيك هذا القوة والسلطان. تعرف سامي هيوستن مسميين هذه المدينة على اسمه، كان بطل. انت عارف انه تكساس كانت جمهورية، وكان هو رئيس جمهورية تكساس، وبعدين ضم تكساس بعد ما حررها من المكسيكان. لما بتروح على القلم وبتشوف كان بطل حقيقي، يعني ريل ليدر، وانا بحترمه كتير. بس تعرف ليه بحترمه؟ لانه كان يشرب. لا مش بحترمه لأنه كان يشرب شوي، بس كان يشرب بحترمه مش لأنه بيشرب، لأنه تاب عن هالموضوع. بحترمه لأنه كان لما يشرب أول شيء بالشوي يقولوا له لا معلش، بعدين صفى أدكت، صفى كيتر المشروب. راح لعنده خادم من هون تكساس، من هيك أنا بحترمه، راح لعنده خادم وقال له بتعرف مستر هيوستن، قال له مستر بريزيدنت، قال له أنت قائد وأنت ماسك هذه الولاية وأنت governor، بس أنت مش قادر to govern yourself، مش قادر أنت تتسلط وما عندك سلطان على نفسك. عندك سلطان على كل الناس بتكساس بس مش على نفسك. قال له ليه عم تتكلم هالكلام؟ قال له لأنك أنت عبد للخطية وعبد للمشروب، وأنت صرت سكير وكل الناس عارفين هيك. شوف رجل الله لما بيتكلم بصراحة وبصدق بحسب الكتاب. بتعرف هذا الشخص شو عمل؟ قال له بدي اقول لك مستر بريتشر what shall I do، ايها الواعظ شو لازم اعمل؟ قال له توب. قال له طيب تعال معي. راحوا على شجرة هون في هيوستن، شجرة كبيرة من هول البلوط، وركع هناك وبكى على الشجرة. قال له يا رب انا بتوب امامك، بدي اختبرك كسيدي ومخلصي. بعد ما خلص صلاته وشاف كل شيء راسه كبير، كسر راسه امام الرب،
قال له لهذا الشخص، قال له فيك تعبدني هلا؟ من هيك انا بحترم هيك شخص. هيك الناس بتلاقيه عنده سلطان وعنده قوة، بس ما عنده سلطان على نفسه، مش بيقدر يضبط نفسه، مش بيقدر يضبط هالطبيعة هاي، مش قادر يحطها على صليب المسيح. بس المؤمن قال بالروح تموتون أعمال الجسد، الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. رابع شيء، الرفعة والضمان. لاحظ الحياة، الراحة والاطمئنان، الشركة والأمان، القوة والسلطان، الرفعة والضمان. تعرف الرب يرفعك. ما أحلى الترنيمة اللي منرنمها نحن، ميت خاطي وأحياني، مقامي واطي وعلاني، ملك كاهن خلاني، حررني يسوع. أنا بعرف الأخ رؤول بحب الترنيمة وكثيرين من هالمكان، بس الرب يريد يرفعك، بس تواضع تحت يد الله القوي حتى يعطيك هذا الضمان. الرافع البائس من المزبلة، رفعهم وحملهم كل الأيام. الرب بده يرفعك ويحملك على كتفيه. بتعرف الرب بيكرمك إذا أنت بتتواضع أمامه، وإذا بتسلم حياتك بطريقة لا يعبر عنها. أسبوع الماضي رحت، كانوا إلي شرف أني زور أخوي الغالي عادل توفيق. شو تأثرت من اختبارات هذا الرجل يلي صار معه كانسر وضرب على وجهه وعملوا له راديشن لدرجة قوية وكيموثيرابي، يلي فقد سمعه بالجهة اليمين. وقالوا له ما في أمل. قالوا أنا عارف أنتوا بتقولوا ما في أمل، بس في أمل في الرب. أنا أملي الوحيد ورجائي في الرب، والرب أعطاه على عكس، على خلاف الرجاء، لمسه حقيقة والرب أعطاه، مع أنه سكرت الأبواب كليا. قالوا له ما في أمل، لازم نعمل لك عملية، وكانوا بدهم يشوهوا له كل وجهه. قالوا لا، أنا معتمد على الرب. واللي حط تي شيرت مكتوب عليها I'm the happiest cancer patients، من قدام من ورا because Jesus is my shepherd and my friend. قال لي كنت طالع في نهار وشفت بنت، فتاة عمرها 5 سنوات، بدأت ألعب معها، بعدين لقيتها ما بتشوف. سألت أمها ليه، قالوا لي الكانسر ضرب بدماغها وعلى الأوبتيك نيرفز وما قدر تشوف. قال لي حزن قلبي بشكل عليها، بدأت صلي لها. وبعدين تذكرت مراحم الرب علي، أنا وطالع من أمدي أندرسون نزلت دموعي، وإنه دموعه بسرعة بتنزل، وإني واقفين عم يدفعوا على المكان يلي بيحطوا فيه، بيدفعوا على السيارات. في واحد قدامه شاب، قال لي يمكن عمره 20 سنة، بس ما عنده أي شعر لأنه عاملين له كيموثيرابي قوي كتير. وأنا عم مسح دموعي التفت هذا الشاب، قال له أنكل ما تبكي، معلش ربنا بيهتم فيك. قال له صدقني أنا عارف الرب بيهتم فيه، وهو الرب يلي اهتم فيه. قال لي صرت شارك مع هذا الشاب المتألم، قدير الرب رحمنا، قدير رفعنا في وسط الضيق. الرب بيرفعك يا حبيبي، بيرفع المتألمين حواليك، دلهم على هذا الراعي الصالح في وسط ألامك، في وسط حزنك. بس إياك أن ترتفع أنت عن الرب. ما هيك الناس ببلادنا بيقولك يا أرض اشتدي وما حدا قدي. بيقولوا السادات وقت كان واقف بستة تشرين، بستة أكتوبر يستعرض الجيش، المساعد تبعه أجي قال له يا سيادة الرئيس حط هذه الجاكيت، بوليت بروف جاكيت لتحميك، هذه السترة يلي بتسترك حتى تحميك من الرصاص. قال له ابدا، هذا جيشي انا بستعرضه. واول ما اجى الموكب الاسطنبولي وقت وصل على وقت الاسطنبولي وقف قال حيهم ضربنا السلام. بتعرف لو كان قاعد ما كانوا قدروا وصلوا له. هذاك الشخص شافه وقف وصابه برقبته تمام. شوف JFK عن الضمان الديف، لما بتشوف الصورة شيء مخيف جدا، بغض النظر من وين اجت الرصاصة، قدي كان في عدد البوليس يلي محيط فيه على الموتوسيكلات، بتشوفها يعني يمكن مئات من البوليس يلي حمينه مفروض. وإن لم يحرس الرب المدينة فباطل يتعب
الحراس. هناك صبطوا 3 رصاصات وقشت بالمكان برأسه وأودته قتيلا. مين بيحميك غير الرب؟ مين بيرفعك غير الرب؟ مين بيعطيك الحياة والأفضل غير الرب يسوع المسيح؟ تعال إليه في هذا الصباح بكل أثقالك وأحمالك. إذا ما بتعرفه تعال إليه ليعطيك الحياة الأبدية. هي مجانية، هي دعوة لكل إنسان وأنت واحد منهم، وبيكون فرح بالسماء لما بترجع لأن الرب مشتاق إليك. وإذا كنت أنت مؤمن متألم أو بعدت شوي أو في ظروف صعبة، تعال إلى الرب لأنه يريد أن يرفعك ولأنه يلتز أن يلمسك ويعطيك حياة ويرفعك إلى فوق ويضعك على كتفيه. فلنصلي. أيها السيد الحنون، إلى من نذهب وكلام الحياة عندك؟ أوه يا سيدي، هو ذا خرافك قد اجتمعوا في هذا الصباح، وكل واحد منهم عنده حاجة خاصة إليك، كل واحد منهم مشتاق إليك أيها السيد، وأنت تعرف كل شيء كما قال لك بطرس، تعرف قلوبنا أيها السيد. لذلك نأتي إليك بهمومنا وبألامنا وبأتعابنا وبأثقالنا أيها السيد، ضعها على صليبك واحملنا على منكبيك يا صاحب المنكبين القويين اللذين لا مثل لهما في كل هذه الأرض والمسكونة حتى في السماء أيضا. يا أيها صاحب القلب الحنون، نأتي إليك لكي تحملنا على أزرعك الأبدية، بحاجة أن تضمنا إلى قلبك. إن كانت هناك نفس بعيدة عنك ولم تفهم من هو أنت وكم هو عمق محبتك الموجودة في قلبك، ساعد هذه النفس أن تأتي إليك. يا مخلص ارحمني، سمحني على الماضي، غسلني طهرني. أنت الذي قلت للأمرأة الزانية اذهبي ولا تخطئي، أنا أريد أن لا أخطئ، سمحني أيها السيد، طهرني، بررني، غيرني. أيها السيد أنا آتي إليك، واجعلني واحد أو واحدة من أولادك، أنا ألتجئ إليك، واعطني همة الحياة الأبدية يا سيدي الحنون. ونحن نصرخ إليك أولادك يا رب في هذه الأيام الصعبة، في وسط هذا البحر الهائج، في وسط هذه الألام، إلى من نذهب يا سيدي؟ إلى من نذهب؟ هل هناك أحن من قلبك؟ يا رب ما عندنا غيرك. نأتي إليك يا السيد، احملنا واحد واحد على كتفيك، يوجد أيضا مكان. وبارك هذه المجموعة وهذه الكنيسة، احميها يا رب، ضعها تحت أجنحك، احميها، نستودعها إليك لأنك أنت راعي نفوسنا وأسقفها وأنت راعيها الوحيد. احمي هذه الجماعة واجعلها مدينة موضوعة على جبل تنير بنور شخصك. وأقم لك يا رب من وسط هذه الجماعة رجال ونساء يكونوا مثلك، يشبهونك، يذهبون لكي يحملوا أثقال الآخرين ولكي يحملوا الخطاة ويردوهم إلى شخصك الحبيب. باسمك أيها السيد الرب ولمجد اسمك أيها الرب يسوع نصلي، آمين.